دلوقتي تعالوا نروح مع حضراتكم لزميلنا محمد الخطيب ونتابع أعمال حصاد وتوريد القمح في محافظة الدقهلية. شهر إبريل في كل سنة هو موسم الخير للفلاحين والمصريين في كل محافظات مصر، وده لأنه بيتم فيه حصاد واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية. تحسين أنواع التقاوي والاهتمام بالمزارعين وتطبيق أحدث الأساليب الحديثة للزراعة، كل دي عوامل نجحت الدولة إنها تحققها، وبالتالي كان هناك زيادة كبيرة في الإنتاجية عن أي سنة. اهلا بيكم، احنا موجودين معاكم النهارده في محافظه الدقهليه بنتابع معاكم حصاد موسم الذهب الاصفر، حصاد موسم القمح. ومعانا ومع حضراتكم المهندس صلاح عبد الهادي مدير اداره الزراعه بمحافظه الدقهليه. باشمهندس تحياتي لحضرتك ومشرفني على برنامج صباح الخير يا مصر، وعايز اتكلم على المشهد الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي، بنتكلم على حصاد موسم القمح. الله يخليكم، تشرفت الدقهليه وخاصه مركز بني عبيد اللي تابع الاداره الزراعيه بميت سويد. زي ما انت حضرتك شايف كده المحصول ورانا حاجه مبشره للخير جدا. ده ناتج جهود 6 شهور من 1/11 لحد اليوم، نتيجة ان المزارع التزم معانا بالصاصة الصنفية، استلم التزم معانا بمواعيد الري، التزم معانا بالتسميد المتوازن، التزم معانا بتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح هذا العام، وذلك أدى إلى زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من السنة اللي فاتت بمقدار 2 أرداف لكل وحدة مساحة اللي هي الفدان. وده السنة دي إن شاء الله المحصول مبشر بالخير، رغم إن المساحة السنة دي متقلصة أقل من العام المنصرم 20,000 فدان، لأن الإنتاج هيضاهي إنتاج العام الأسبق برغم المساحة، نظرا لأن الموسم كان درجة حرارة مناسبة جدا، المطر مناسب، تم تنفيذ التوصيات الفنية، حجم الحباية حجم مبشر وبتدي وزن عالي، فعشان كده خلت الإنتاج عندنا المتوسط العام يزيد عن 18 أرداب، يعني ممكن نوصل السنة دي من 20 ل 22 أرداب للفدان. الملحوظة اللي بعد حضرتك إن السنة دي ساحر الدولة اهتمت وبصت بعين الرأفة والعطف للمزارع لأنه بيبذل مجهود ومفيش مقابل، فرفعت سعر أرداب القمح زينة 150 جرام كيلو جرام من السنة اللي فاتت 1500 للسنة دي 2000 جنيه للفدان، درجة نقاوة 23.5 قراط. اتكلمت على دور الدولة، وده يمكن ده مهم إن احنا نتكلم عليه، انه اي نجاحات بتتحقق بتكون بتطبيق وتحقيق عناصر مهمه جدا الدوله بتكون حريصه ان هي تعملها. عايز اتكلم على دور الدوله السنه دي في زياده محصول القمح، وازاي اهتمت بالمزارع، وازاي اهتمت ب زي ما حضرتك قلت يعني السياسه كمان الصنفيه واهتمت بالمزارع تحديدا، ازاي عملت ايه علشان يكون عندنا السنه دي زياده في الانتاج عن اي سنه. هو الحمد لله دور الدولة كان واضح جليا في من خلال الحملة القومية لنهوض محصول القمح على مستوى الجمهورية، واحنا كان عندنا الحملة القومية خاصة بمحافظة الدقهلية كان على رأسها الأستاذ دكتور أنور عجيز، دكتور باحث ومعايا طقم كبير من الباحثين. دول حضرتك من أول ما بدأنا نجهز الأرض للزراعة في المهد بدأت ننزل بالتوصيات الفنية، الأصناف، التسميد، الري، عشان في الآخر نوصل لهذه النتيجة المرضية جدا من إنتاجية الفدان للقمح. لسه مكملين مع حضراتكم، وزي ما انتم شايفين يعني بشاير الخير وموسم الخير دايما موجودة في كل محافظات مصر وبالتحديد في محافظة الدقهلية، لكن بنأكد دايما انه الفلاح لما بيلتزم بالتعليمات وبيلتزم بالسياسة الصنفية اللي أقرتها الوزارة بتكون دي النتيجة. زي ما حضراتكم شايفين اللون الأصفر الذهب الأصفر مكتسي محافظة الدقهلية. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن الإرشاد الزراعي وإزاي مهم في تحقيق أكبر قدر من الإنتاجية. معايا ومعاكم المهندس حمادة جبريل أخصائي القمح بمحافظة الدقهلية. باشمهندس تحياتي لحضرتك ومشرفني. والإرشاد الزراعي عامل مهم جدا، حضرتك تكلمنا عملتوا إيه مع الفلاحين السنة دي واللي أدى إلى زيادة الإنتاجية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموسم بيبدأ من شهر 10 عندنا هنا، بنبدأ نعمل ندوات في المراكز كلها
برامج وندوات توعيه للمزارعين على مستوى الادارات، وبنبدا ناخد بقى برنامج السياسه الصنفيه من المراكز البحثيه، لها دور كبير جدا المراكز البحثيه في استنباط اصناف جديده. عندنا السنه دي طلعوا لنا حوالي 6 اصناف، كنا شغالين مصر 4 ومصر 3 وسيتس 14 وسا 95 وجيزه 171، اصناف عاليه، اصناف مقاومه للامراض زي الصدى اللي هو شكله كتير. وبنبدأ بعد كده بتنفيذ حقول إرشادية، عندنا السنة دي 200 حقل إرشادي تابع للحملة القومية للقمح، طبعاً بيكونوا حسب التوصيات الفنية، بنزرع على مصاطب، بنزرع بالسطارة، بنطبق فيهم أحدث الأساليب إنتاجية ممكن تتعدى 28 أرداب. عندنا مشاريع زي مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، ده تابع لجهاز تحسين الأراضي. عندنا بيتبنوا موضوع التسوية بالليزر، زرعين 481 فدان بنفس برضه التوصيات وبنفس برضه الأصناف المطابقة للسياسة الصنفية. عندنا مشاريع تانية برضه يعني كلها بتدور على مصلحة الفلاح، زي مشروع الجاي زد برضه، ده مشروع تابع لتطوير الري الحقلي، توفير المية، زرعين 60 فدان برضه حقول إرشادية. عندنا المشروع اللي كاردة، كذا مشروع بالإضافة للسنة دي للي هو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الهيئة القبطية الإنجيلية. قدمت السنة دي في الدقهلية خدمة تقاوي مدعومة بنص الثمن أو ب 40%، قدمت 53,000 شكارة بمعادل 56,000 وشوية مساحة زرعت بتقاوي مدعومة، وفرت تقاوي كتير، وفرت يعني ثمن كبير للمزارع، طبعا 26,000 مساحة كبير. دي كلها برامج وحاجات الدولة بتقدمها وبتعتليها جهات كتير للنهوض بالفلاح. دلوقتي في حالة الحصاد أول حاجة بنعملها بنحصد الغلة، تمام، عبارة اللي هي تتربط وتحمص شوية عبارة عن 15 يوم، وبعد كده نجيب مثلا الدراسة ديت متصنعة عندنا في مركز كفر سنجاب دقهلية. الدراسة دي بتخزن التبن وبتمشي معاك في الأرض، بتخزن التبن ورا في الغرفة، وبعد كده مرحلة الغلة بتطلع قدام بتنزل في الشكار متعبية، ومن الخزان بتملي بننقل الدراسه وبنطلع نفضها بره. وطبعا بتتنقل معاك مكان ما انت عايز، وبتشيل الفدان مثلا في نقلتيه، تشيل الغرفه تتبني في جيب الفدان تجيبها في نقلتيه. القمح 100%، بس المشكله اللي هو طري شويه. هو القمح حلو بس مشكله اللي هو طري شويه، الانتاج حلو. يعني الغرفه بتاعت الدراسه ديت بتجيب لها في الساعه من 15 شكاره ل 16 شكاره في الساعه. السنه اللي فاتت كانت بتجيب 13. وظيفتها اللي هي بتخزن التبن وبتدرس الجمح، البرسيم، العود دي بيطلع تبن، الشعير دي بيطلع في التبن من ورا، الحبايه بتنزل صافيه نظيفه 100% زي ما انت شايف. وصلنا لحضراتكم دلوقتي للمرحلة النهائية، احنا موجودين دلوقتي داخل صومعة مركز بني عبيد اللي يتم فيها تخزين موسم القمح. طب ايه هي الوظيفة اللي بتقوم بيها الصومعة؟ هيكلمنا عن الوظيفة دي المهندس احمد عبد الغفار مدير الصومعة. مش مهندس، تحياتي لحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك دلوقتي اللي بيتم داخل الصومعة ايه وازاي بيتم تخزين القمح فيها. بداية الصومعة وظيفتها تخزين القمح، محصول القمح المحلي. بتبدأ عملية استلام القمح زي ما حضرتك شايف من البوابة من الأمن، بيتم تسجيل بيانات الكمية الموردة من التاجر أو من الفلاح على حسب، بيتم عمل الاختبارات المعملية على القمح عن طريق أخذ عينة مماثلة من الكمية الموردة، وبيتم تحديد درجة نظافة القمح المستلم عن طريق لجنة مشكلة من برئاسة التموين وعدوة سلامة الغذاء والزراعة والجمعيات الأبنية. بعدها زي ما حضرتك شايف بيتم وزن السيارة أو الكمية على الميزان البسكول، وبعدها بيتم الوزنة الأولى وزن القايم، ده بيتم تعتيق أو تفريغ الكمية على نورة الاستقبال، وبعد ما بيخلص تعتيق الكمية بيرجع تاني يوزن الوزن الثانية الوزن الفارغ، والوزن القايم ناقص الوزن الفارغ بيتم حساب صافي الكمية. يتم عمل تخزين القمح في الصومعة لحين صرف الكميات ديت للمطاحن
انتاج دقيق وانتاج رغيف الخوخ. عندنا الساعه التخزينيه هنا الصومعه، الساعه التخزينيه للصومعه 30000 طن قمح. نتكلم على الموسم السنه دي، اخبار الموسم السنه دي ايه؟ واحنا كلنا شايفين دلوقتي العربيات ما شاء الله يعني داخله علشان يعني تفرغ حمولتها. الحمد لله الموسم السنه دي موسم مبشر، واحنا هنا في مركز بني عبيد دايما بنبدا بدري شويه علشان الحصاد هنا بيكون بدري شويه. وزي ما حضرتك شايف بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستقبل اكبر كميه ممكنه من الاقماح وتذليل العقبات والمعوقات قدام للفلاحين والموردين، بحيث ما حدش يعني بنفضل شغالين مثلا من الساعه 8 الصبح لاخر عربيه او اخر كميه موجوده قدام البوابه ان شاء الله، ما بنمشيش الا لما يكون كل اللي قدام البوابه تعدى ان شاء الله.